السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن رايموند ويل اسمها مايسترو. احنا بنقول هنا في مصر اسمها ريموند ويل. موديل اسمه مايسترو، ده اوتوماتيك طبعا. رومان نيومرال اللي هي الارقام الرومانية، زي في التيسو اللي هي اللوكل. التاريخ عند رقم 3. دي تو تون برضو يا جماعة، دي تو تون. تو تون يعني تاريخ الكراون بيخرج مرة للتاريخ عشان يظبط التاريخ، وبيخرج مرة لظبط الساعة. الساعة دي هاكابل، هاكابل يعني ان هي بمجرد ما بتخرج الكراون على ظبط الساعات تلاقي عقرب الثواني بيقف. ودي ميزة كويسة او فيتشر كويسة، ان هي بتخلي الساعة تتظبط اكيوريت. يعني ان انت مثلا عايز تظبط الساعة بالظبط على مثلا ساعة معينة بالثواني، او بمجرد اول ما بتخرج الكراون ده، اول ما بتخرج الكراون بتبتدي الثواني تقف، وبعد ما بتدخله تاني تبتدي الثواني تشتغل. دي بتبقى حاجة هاكابل كده، حاجة محترمة جدا. الساعة كيس دايمتر اللي هي الكيس دايمتر بتاعتها او الكيس سايز 40 ملي او 39، 40 ملي من غير الكراون. الراوند شيب ده كله 40 ملي من غير الكراون. الساعة زجاج سابفاير ضد الخدش، مقاوم للخدش. الكراون بتاعها شكله لطيف جدا. الساعة بولجد، لميعة او بتلمع، الساعة بتلمع كلها. الساعة سكيلتون اللي هي شفافة من ورا، الازاز اللي ورا ده سابفاير. الموديل بتاعها اسمه ريموند ويل 283. الماكينة بتاعتها اللي هو ريموند ويل RW 4200، 4200، اللي اسمها كاليبر RW 4200. دي ان هاوس موفمنت، ويا جماعة اللي ما يعرفش ان هاوس موفمنت دي يعني حاجة هما بيصنعوها لوحديها بيعملوا عليها شوية تعديلات. بياخدوا البيز بتاعت، هي معمولة على سيليتا 2000. البيز بتاعتها معمولة على مكنة اسمها سيليتا 2000، حاجة كده في منتهى الاحترام ومنتهى الشياكة. الاستيك بتاعها كاف، من مصنوع من جلد عجل. كاف ليذر ريموند ويل. ازاي بتتر ازاي كده؟ المفروض سويس ميد ار دبليو. حتى كمان الباكل بتاعتها مكتوب عليها سويس ميد، مكتوب قصدي ريموند ويل. الباكل مقاس 20 نازل على 18، اللي هو الباكل بتاعتها نازل على 18. ساعة محترمة جدا جدا يا جماعة. الباور ريزيرف بتاعها 40 ساعة. ساعة قمة الاحترام وقمة الشياكة. شكلها شيك جدا جدا. دي شكل الساعة وهي في ايدي، حاجة في قمة الشياكة، شيك جدا الساعة. انا ايدي برضو مش بعيدة، شيك جدا الساعة. يا جماعة صح، انا نسيت اقول لكم الساعة بيزد اون اللي هي المكنة بتاعتها بيزد اون سليتا 200. سليتا 200 مش 2000، سليتا 200. متنسوش برضو يا جماعة لو عجبكم الفيديو ياريت تضغطوا على لايك، وتشتركوا في القناة. ياريت تشتركوا في القناة اللي هي تبقى أكبر قناة لمحبي الساعات في مصر والمقتنيات الساعات في مصر. وأتمنى لو الفيديو ما عجبكوش ممكن تكتبوا لي في الكومنت لو بعد إذنكم تقولوا لي الفيديو ما عجبكوش ليه، بحيث بس أعرف بس إيه المشكلة وإن شاء الله أعدلها في الفيديوهات الجاية. ولو عجبكم الفيديو أكتر، أو في زمايلكم مثلا حد نفسه مثلا يشتري ساعة ولا حاجة، الساعة دي الرينج بتاعها من 500 دولار ل 700 دولار، هي غالية شوية بس لوكشري. ساعة نظيفة جدا وغالية جدا ونظيفة كمان. ساعة فعلا فعلا كلاسيك، اسمها مايسترو. في بينزل منها كذا فيرجن، بينزل منها فيرجن اللي هو بتيت سكند، اللي هو سمول سكند اللي هو بيبقى عند رقم 6، يعني عقرب الثواني اللي ماشي ده ما بيبقاش موجود، بس بيبقى موجود عداد عند رقم 6. حاجة في منتهى الشياكة،
وبينزل منها بفيرجن اللي هو الستانلس ستيل. يعني بصراحة ساعة شيك جدا جدا جدا، انصح طبعا لو حد عايز يشتريها يشتريها. فما تنسونيش يا جماعة بالله عليكم في باللايك والاشتراك بالقناة، ويا ريت تكتبوا لي كومنت لو في اي حاجة، ولو عايزين تستفسروا عن اي حاجة ان شاء الله انا معاكم. وشكرا جدا ليكم، ومعاكم محمد تحسين من قناة الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.